السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا سوف نستكشف المسجل اللعب اللي يستخدمونه الشرطة في يعني في محادثاتهم عن بعد. هذا من هنا شوفوا شكله، هذا طبعا لعبة يشترونه من لعبة يشترونه من محل الألعاب، من محل الألعاب، بس هذا يعني شكل أو لعبة عشان تعرفون كيف يعني يستعملونه الشرطة. طيب احنا فكينا قبل شوي ثلاث مسامير قبل شوي، بس الحين بقي لنا مسمار واحد راح نفكه صغير معكم. مرة لأنهم يعني متعبين هم في الفك، يعني عشان هم صغار، يعني لأنهم متعبين هم في الفك وصغار يحتاج واحد يقول. راح الآن بقي لنا مثل شلون هنا بقي لنا واحد راح نفكه من هنا وخلاص راح نفكه الآن، بس قبل كل شيء قبل نفكه راح نوريكم شكله من كذا قدامي صار. هذا طبعا هذا يعني شكل لعبة، تقولون من هنا تكلمون، من هنا تكلمون وهنا ينقل الصوت، وهنا فيه شاشة مصغرة يعني فيها الوقت وكذا أو شيء أو المحادث من الشرطي، وهنا دام لعبة فيكون من هنا تشبكون اللي يسمونها البطاريات الأشياء عشان تعطيها قوة، ومن هنا وهذا إشرو لعلميهم اللي يشغل صح؟ ايه هذا تدقونه من هنا كذا. طيب قول لهم لا ايش وظيفة هذا الماء هذا اللي يطلع الصوت مو يطلع هذا ايه مسجل هذا اللي يسجل الصوت او انه يدخل الصوت داخل ذا ويطلعه من جوال ثاني او انه بعد يطلع الصوت كذلك يعني عادي لو سمحت الاخيرة انا اسويها ولا يلا انت فكيهم بسرعة اقوى ما عندك لا صح. راح نوريكم يعني شكل هذا المسامير هذا المسامير هذا يعني اللعبي هذا كيتها ولا طيب اوكي خلي حن داخل هنا طيب تمام مثل ما تشوفوا شكله شوفوا كيف شكله الأخيرات. هذا هو شكله الأخيرة سهلة طيب. ايه الأخير سهل ان هذا ما انفك طيب وينه طيب معلن طيب مثل ما تشوفون هذا شكله بعد ما انفك شوفوا كيف شكله هذا مصغر من هنا هذه هنا السماعة تكون هنا السماعة اللي قبل شوي قلنا لكم عنها قصدي آسف هذه الكاميرا الشاشة اللي من هنا لو تفكونها من هنا شوف شنون فكها لكم الآن أمامكم يحتاج هذا؟ لا أنا ما يحتاج راح نفك هذا الآن أمامكم راح تشوفون هذه الشاشة اللي أمامكم هنا هذا الضغطين اللي كانوا هنا شفتوهم شوفوهم هذول الضغطين اللي يدخلون او يعطيهم الامر من هنا ويدخلون بهذا الشكل اوكي تمام طيب هذا وشو الان اوكي هذا الاخضر اللي تشوفونه هذا لازم اي شيء الكتروني يكون او شيء اي شيء الكتروني مادي لازم يكون موجود هذا الشيء هذا يسمى بالمذر بورد او بالعربي لوحه الام ولوحه التحكم من هي اهم شيء ايه هذا اهم شيء من هنا تفكونها بهذا الشكل عشان تطلع لكم السماعه اللي داخل تمام راح نفك هذا المسمار دقيقه هذا صعب لا سهل طيب تمام راح يطلع الحين المسمار او كبره لا نفس الحجم طيب تمام هذا الضغط اللي قبل شوي ضغطناه عشان يطلع الصوت اضغطونه كذا مطوله وضغطونه مطوله ويطلع لكم هذا المسمار حقه صغير زي تمام جدا ممتاز فكين مولا دخلين طلعين اللي موجود هذا شكل المذر بورد مثل ما تشوفونها وريهم امسكيهم لهم وريهم اياهم من هنا هذا مثل ما تشوفونها هنا ايشرو هذا ايشرو لا تتوقعين علميهم اتوقع اللي هنا صح هذه مكان هذه اي كنت والله متوقع عشان يطلع الصوت ايوه هذه من هنا يخرج سجل. من هنا يمسك من هنا وهنا يعطيك الصوت او انه المسجل او انه اي شيء مسمار لا لا هذا عادي هذا يمسكه تمام هذا بعد الضغط اللي قبل شوي وريناكم اياه اليمين ويسار هنا هذا اسمع صوته هنا اللي كان دقيقه اسمعوا صوته تمام وهذه اللمبة اللي تطلع لك اللي هذه هنا هذه اللمبة اللي تطلع لك المايك شغال اذا
اذا الجهاز شغال ولا مو شغال. ناظره هنا وريهم القطعه اللي خلفيه. من هنا طبعا يتركب القطع ومن هنا وهذا الشكل يدخل. تمام شنو شكله؟ هذا هو القطعه اللي محتاجها. استفدت كثير. ايوه تمام. فهذه مهمه يعني انها هذه تتوقعون وش تتوقعين يا رولا نجاوب عليها طبعا. ايش تتوقعين اهم شيء فهذا اهم شيء مهم الحين في موجود فيه؟ هذا صح هذه المهمه هذه اهم شيء. هي يسمى القطعه شو اسمها؟ هذه القطعه الام يعني هي الام مع يعني هي المهمه في هذا الشيء. تمام. في شيء اسمه هنا ابو؟ لا ما في شيء اسمه ابو. تمام. طيب وطبعا هذا الشكل نقلب الان زي ما كان قبل شوي وهذه نرجعها هنا نفس ما كانت. نرجع كل شيء زي ما كان. هذا اللي قبل شوي هذا اللي كان يشغل هذا اللي يسوي كذا اي كذا يتحرك اي. تمام راح ندخل هذا الشكل. هذا ليه هنا في مسمار هنا؟ هذا عشان يمسك من يمسك القطعه اللي قبل شوي قلنا لكم اياها هذه. صح بنوريكم بعد شوي شيء اخير ما ورينكم اياه. حطيها هنا. لا ما ينفع تطلع لي. تمام شوفوا شكلها هي تسكرت نفس ما كانت نفس ما صار ما تغير اي شيء منها. من هنا ترجعون رجعي واحده عشان قبل عشان الوقت. طبعا مثل ما تشوفون امامكم هذه كلها وهذا جميع القطع الموجوده اللي علمناكم اياها ما في اي شيء جديد. علميهم دقيقه رولا قبل لا تسكرينها علميهم دقيقه رولا علميهم عن هذه القطعه. هذه اللي نحطها على ثيابنا. أيوة. اللبس. ايوه من هنا تدخلونها هذا الشكل عشان ما يضيع. شوفوا خلينا نجرب على رولا زي كذا شوفوا كيف دقيقه ليه نجرب لك. ها مثل ما تشوفون مسك الان شفت شو كيف يمسك. بس يبي لها مسمار عشان نركبها من هنا. يلا فادخلي واحده بس بسرعه عشان الوقت كذا من هنا جاهزه. اي فهذا هو جميع القطع الموجوده هذه جميع الاشياء المحتاجه في جهاز اللعبه اللي يستخدمونها الاطفال او يستخدمها اي شخص يعني بس عشان يتكلم. ما كنت تعرف هذه المعلومات. شكرا يا صديقي. شكرا لك. وش تبغين تقول لهم شيء اخر ما موجود فيه او اذا ما عندك شيء اختم المقطع. ايه عندي شيء هنا هذه وش نستفيد فيها؟ اصبر قربيها من هنا. هذه ايه الحمراء هذه نستفيد منها مثلا اذا شغلت الجهاز الحين قلنا كذا الحين اشتغل الجهاز مثلا كذا او شيء او جهاز يشتغل راح تنور اللمبه او مثلا اذا ضغطت مطول هنا راح تطلع اللمبه فمعناتها انه يا تشغلنا من هنا يطلع لمبه التشغيل او يا ما تضغطنا من هنا راح تطلع تشغيل ان الصوت شغال امام هذا وبس. هذا قطر جميعا اختي منهم المقطع يا رولا مع السلامة. اتمنى انكم استفدتم. شكرا لكم جميعا المشاهدة ان شاء الله انكم استفدتم من هذا المقطع او انكم مثلا يعني امس يعني مثلا ما عندكم مقطع تبغون تستمتعون فيه او شيء زي كذا او انكم تستفيدوا من هذا المقطع شوفوا هذا المقطع في اي وقت تبغونه. ايش تقول لهم في النهاية؟ اول شيء يلا شكرا لكم ومع السلامة. يلا مع السلامة.